إخبارياً موجز. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبو بأن الهيئة الإدارية المنعقدة بولاية نابل أقرت الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وشدد الطبو في كلمة له اليوم الاثنين على أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار، منتقدا تعاطي وتعامل الحكومة مع المطالب التي تم تقديمها في برقية الإضراب بعنوان القطاع العام. هذا وتحدث الأمين العام عن سياسة ممنهجة من طرف الحكومة، مبينا أنه وبعد تنفيذ الإضراب في القطاع العام لم تبادر الحكومة بفتح باب الحوار. بالتوازي مع أزمة النفايات، تتواصل معاناة المواطنين في مناطق مختلفة من ولاية صفاقس بسبب انقطاعات الماء الصالح للشرب التي تزداد حدتها كل سنة في الفترة الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه وتقلص الموارد المائية. وقد عمد أهالي طريق منزل شاكر كيلومتر 8 من معتمدي صفاقس الجنوبية اليوم الاثنين على غلق الطريق للتعبير عن معاناتهم جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب للأسبوع الرابع على التوالي بحسب ما عبر عنه عدد منهم على أمواج إذاعات صفاقس. يشرع 38,463 من المؤجلين في امتحان بكالوريا دورة 2022 في إجراء الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 28 جوان الجاري لتتواصل إلى غاية غرة تجويليا المقبل، وفق ما كشفه المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة. دوليا، وافقت دول مجموعة السبع الصناعية اليوم الاثنين على استخدام عائدات الرسوم الجمركية العالية على البضائع الروسية لمساعدة أوكرانيا وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. وأفاد البيان أن قادة الدول تعهدوا في اليوم الثاني لقمة مجموعة المنعقدة في ألمانيا بالتزامات جديدة لضرب الاقتصاد الروسي وضمان دفع روسيا تكاليف حربها على كييف. نهاية الموجز، قدمته لكم أحلام العامر. متابعة طيبة لبقية برمجتنا الإذاعية في أمان الله. موجز الأخبار على الحياة.